من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وما أكثر الذين يطلبون رضا الناس بسخط الخالق والعياذ بالله. هؤلاء هم في سخط الله ولو رضي عنهم الناس، لا ينفعهم رضا الناس. لو رضي عنك الناس كلهم والله لم يرضى عنك، فإنه لا ينفعك، لا ينفعك إلا رضا الله عز وجل. إذا رضي الله عنك أرضى عنك الناس، أمال قلوبهم إليك، كما جاء في الحديث إن الله عز وجل إذا أحب شخصا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. يعين الله الرجل لجبريل: أحب فلانا، اللهم اجعلنا من أحبابك، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل.